في الضوء الشارد كان شيء مهم جدا في حياتك، وكان في لهجه كمان. مش انا، ما كانش في عندي اللهجه قوي، هي كانت في بقيه الابطال اللي معانا. بس انا كنت، حضرتك مش هتصدقي ان انا كنت بعيط بالدموع ان انا مش عايزه اعمل المسلسل ده. معقول؟ حياه ربنا. كنت كان عندي احساس ان انا متضايقه شويه وعايزه اخد اجازه ومش عايزه اشتغل، وكنت خلاص مضيت المسلسل، فكان لازم التزم بالامضه بتاعتي. ورحت مثلت وكنت حاسه ان انا هطلع بشعه جدا، وكنت قلقانه قوي ان الناس تتضايق مني، لاني ما كنت حاسه اني مش قادره امثل. فاستغربت ان الناس اتبسطت، يعني انا فعلا استغربت مني بالتحديد، يعني عارفه ان المسلسل حلو لكن مني بالتحديد استغربت مني دي. تعجبت عليا واستغربت مني. دور تاني مهم في حياتك اظن انه هيبقى علامه مهمه جدا، وهو دور جيهان السادات طبعا في شبابها في فيلم ايام السادات. انت اشتغلتي قبل كده مع الاستاذ احمد زكي في فيلم اضحك الصوره تطلع حلو. دور جيهان السادات، يعني ازاي انك تمثلي دور شخصيه احنا عارفينها، يعني مش مثلا زي دور فرحه او دور اي دي اصعب حاجه. انا اكتشفت ان دي اصعب حاجه، ان الواحد يمثل دور حد معروف دي من اصعب الحاجات اللي ممكن تتعمل، يعني لان الناس بتبقى عارفه الشخصيه وتبقى قابلتها ممكن وشافتها في التلفزيون وعرفت بتفكر ازاي، فبتبقى حاجه حقيقي صعبه، وخصوصا الشكل. يعني انا مش شايفه ان انا شكل مدام جيهان السادات خالص، يعني ولا شايفه ان انا شكل مدام ميرفت امين، لان مدام ميرفت امين بتكمل بقيه الدور. فانا كنت بجد خايفه قوي، رحت اصلا اختاروني ان انا اروح اعمل تيست للكاميرا، لان وكان في ناس كتير كمان بيعملوا تيستات كاميرا لنفس الدور، وفوجئت ان هم اختاروني. وانا قلت حتى شكلي ملامحي مش هينفع، بس على الاقل يعني ابقى حس تجربه ان انا اخوض حاجه زي كده، وسواء توفقت فيها او لا فده شيء كويس بالنسبه لي. يعني اتقابل باستاذ محمد خين وده حاجه جميله يعني. فروحت وقدمت وقبلوني وعملت تيست كاميرا بالميك اب والشعر، وقالوا لي اوكي وكده. وكان حقيقي من الناس اللي ساعدوني جدا مدام جيهان السادات نفسها ومدام ميرفت امين، وطبعا استاذ احمد ومدام قعدت معاها كتير، قعدت معاها يوم كذا ساعه، يعني مده طويله جدا. وكنت بسالها على اسئله انا حابه اعرفها. سالتيها ايه؟ كان سؤال غريب شويه، بس انا فعلا كان مستوقفني ان ازاي هي شخصيه جميله جدا وكانت اموره ومامتها اجنبيه وباباها مصري، وايه اللي لفت انتباهها في الرئيس انور السادات رغم ان وقت ما قابلته ما كانش ليه اي حاجه، ما كانش ليه وظيفه، كان مطرود من الجيش، كان بيشتغل بنا، ما كانش فيه حاجه مهمه بيعملها. فعجبتني اجابه حلوه جدا، يعني ان هي كانت بتقرا عنه وبتسمع عنه قبل ما يطردوه من الجيش، وكان ده زي فتى احلام في دماغها، كان نفسها تقابله حتى لو هو مش بيعمل حاجه. توصفي علاقتها بانور السادات ازاي؟ اعتقد ان هو كان كل شيء في حياتها، كانت مشاركاه في شغله وفي حياته، وكان بينهم اولاد، وكان علاقه وطيده قوي وفيها حب فظيع يعني.